ثم الضاغطة على سوق دبي. على كل المزيد حول هذا الموضوع معنا في استوديو السيد طارق قاقيش مدير الصناديق الاستثمارية في المال كابيتال. طارق شكرا لهذه المشاركة. لنبدأ مع الموضوع الأبرز، موضوع شركة أعمار، تم تأجيل الجمعية العمومية ليوم غد. ما هي التكهنات بشأن نتائج هذا الاجتماع؟ يعني زي ما ذكرتي أنت، هو موضوع بنك دبي الإسلامي والاستحواذ على نسبة أكبر من شركة تمويل أدت إلى زيادة التكهنات أنه إعمار تزيد حصتها في شركة أملاك. بس إعمار هي تملك هلأ 45% من شركة أملاك، فرح تكون نسبة زيادة قليلة جدا. في إشاعات أخرى، طبعا هاي مش أخبار من شركة إعمار، هي كلها إشاعات من السوق، أنه ممكن أنه إعمار تبيع شركة أملاك لجهات أخرى، حصتها بشركة حصتها أملاك لمصرف إسلامي. ما بعرف، هيك كانت الإشاعات. الإشاعات كلها إشاعات. نحن بنستنى لبكرة قبل ما ينعقد مجلس الإدارة ونسمع من الشركة تفاصيل كاملة. هلأ في تراجع بآخر جلستين على أعمار، ما بعرف إذا السوق متشائم بنتائج هذا الاجتماع أم تراجعات عامة في السوق؟ لا، هي عملية يعني هي أكثر من عامل. أول شيء جني أرباح، لأنه سوق دبي يعني خلال فترة شهر 9 طلع 18%، فهلأ لما يتراجع بحدود 3-4% يعني تعتبر صحياً أول شيء. الموضوع الثاني اللي هي موضوع عمار، يعني خلت المستثمرين شوي يترقبوا أكثر بعملية استثمارهم، فيعني هاي عملية ترقب كمان أثرت على حجم التداول، بالإضافة طبعاً لموضوع بنك دبي الإسلامي وعلى أي تقييمات تمت عملية الاستحواذ على القيمة المضافة لشركة التمويل، وبالإضافة طبعاً ما عندكم تكهنات؟ لا، ما في أخبار، بس هم شركة دبي طبعاً بنك دبي الإسلامي أعلنوا أنهم راح يعلنوا عن التفاصيل كاملة لاحقاً، بس طبعا نحن بنتامل تكون تقييمات. طب طارق، لناخذ السيناريوهات المختلفه، لو افترضنا مثلا انه اعمار تعلن يوم غد عن رفع حصتها في املاك، برايك كيف سوف تكون رده فعل السوق؟ طبعا نسبه الزياده راح تكون لها تاثير كبير، وعلى اي اسعار لازم كمان التقييم يتم. طبعا هي كل العملية مع تمويل وأملاك عملية إيجابية للاقتصاد كإمارة دبي طبعا، بس مش كمساهمين لشركة أعمار. بالضبط، كمساهمين لشركة أعمار ومساهمين لبنك دبي الإسلامي الصورة مختلفة طبعا. بنك دبي الإسلامي راح تتأثر هوامش الربحية فيه، راح تزيد معدلات القروض بالنسبة للقطاع العقاري، راح تزيد كمان بنسبة عالية، راح تضطر بنك دبي الإسلامي كمان يزود شركة تمويل لأنه عندها التزامات خلال السنة القادمة شركة تمويل، فراح يضطر البنك كمان بيزود سيولة لشركة تمويل، فهاي كلها راح تأثر على ربحية الشركات. بلكي يأخذ مخصصات إضافية كمان ممكن؟ ما كلها راح تعتمد على عملية التقييم وعلى أي أسعار تمت شركة تمويل. شركة تمويل أخذت مخصصات طبعا، بكل كورتر عم تأخذ مخصصات أوريدي، فكلها بتعتمد على عملية التقييم وعلى أي سعر تم عملية البيع. ماذا لو باعت أعمار حصتها في شركة أملاك؟ هل ترحب السوق بهذه الأخبار؟ أنا برأيي راح تكون إيجابية أكبر، لأن أول شيء بتركز على الكور بيزنس تبعها، العمل الرئيسي تبعها. ثاني شيء راح تتوفر لها سيوله ممكن انها تضخها باعمار ام جي اف بالهند، فطبعا راح تكون عمليه ايجابيه. طارق، هناك اخبار اخرى غير مؤكده عن بنك دبي، بنك دبي يلي املاك يلي اعمار تملك فيه 30% والباقي لشركه تابعه لدبي القابضه. هناك اخبار بانه ايضا المصرف يواجه بعض الصعوبات، واخبار اخرى انه ممكن يندمج مع مصرف اخر اسلامي. بقى ايضا برايك هذه الاخبار هل هي منتشره في السوق وهل تؤثر سلبا على اعمار؟ هاي الاخبار اكيد كلها اشاعات لهلا، طبعا نحن بنستنى الخبر من شركه اعمار بكره، بس من دبي بانك هي الفتره الحاليه هي عمليه اندماج وتقويه مراكز ماليه للشركات، فكل ما صار في عمليه اندماج بشركات وعمليات كونسوليديشن بالنظام كله راح تكون ايجابي للقطاع المصرفي على المدى المتوسط. هلا على المدى القصير اكيد راح يكون في تاثر بميزانيات الشركات. يعني شكرا لك طارق قاقيش مدير الصناديق الاستثماريه في المال كابيتال.
شكرا. وقفة مع فاصل، نتابع من بعدها أيضا في جرس الإغلاق. الدولار يتراجع أمام اليورو ليقترب من أدنى مستوى له في 5 أشهر.